أنا أحبك بالله من كل الله قلبي، يسعدك، قسما بالله. الله يسعدك، الله يسعدك. والله قديش بكون سعيد بشوفتك وبمعرفتك الطيبة وسماع كلامك الطيب، ما شاء الله عليك، الله يشميك. الله يطول لي في عمرك ووالدتك. بعد إذنك الكريم، والله بدي أستفسر من حضرتك في الموضوع. أمري. يلا يسعدك، ما يمر عليك ظالم. في والله أنا الحمد لله فضل من الله، يعني ظروفي على قدي. في إلي أخت يعني في الزمانات قبل سنتين أو 3 سنين أخذت منها مبلغ من المال، وزي ما تحكي صار خلاف بيننا وسديتها وإيش زيك، ويعني حربتها تقريبا 2 سنين ما كناش نحكي مع بعض. المهم قبل 2 سنين سمعت حضرتك وأنت بتحكي عن صلة الأرحام وفي النص من شعبان إنه الأعمال تطلع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنه يعني فأنا سمعت والله هيك وكلامك يعني الحمد لله أثر فيا والله، ورفعت التليفون على أختي وصالحتها لوجه الله تعالى. الله يسعدك. والله والحمد لله صارت الأمور حلوة من بناتنا، وبعديها عزمنا بعضنا برمضان والحمد لله تيسرت أمورنا وإشي. بعدين السيد الشيخ في العام بشهر 9 بال2019 صار عندي ضائقة مالية وجيت استقرضت منها مبلغ، المهم ممتاز. يعني اللي هو بحدود 780 دينار 780 وعلى أساس أسدها على أساس أن أسدها بشهر 12. نعم. الله ما راد، أنا بشتغل بالحرف اليدوية والمطردات والأمور هذه، الله ما راد وما بعت يعني ما صار عندي شغل. وحكيت لها يعني على أساس أنها تصبر علي، ربنا الله أعطتني مهلة لآخر واحد، برضو آخر واحد ما صار معي وهياتنا بشهر 2، وهي بدها على أساس أنها تبني، هي أرملة أم أيتام الله يعينها، وصارت والله ومركنا على أساس أني أنا أكمل لها على المبلغ اللي معاها، ومتفقة هي والبنة على أساس يبنيها، وإذا يعني من هون ل15 سنين ما أعطته الباقي المصاري اللي يبني لها إنه راح يكون يروح عليها مصاريها اللي دفعتها يعني، ويصير يعني خلفت بالاتفاقية، وراح أكون أنا السبب، وراح نرجع نختلف ثاني مرة ونزعل من بعضنا. أنا والله ظرف غصبت عني، فكرت إني أقدم لها على إحدى هالقروض الصغيرة بالمشاريع اللي عندنا، وأنا والله في الصراع ما بيني وبين نفسي، ما بين القرض وما بين ما بديش أختي تزعل مني ونرجع نزعل ونقعد لنا 2 3 فرم، وماني عارف شو بدي أسوي، والله نار وقايدة بقلبي من الليل ما بنام ومن ورا هالموضوع. ما بعرف كيف بدي أسوي سيد الشيخ. انت الان تريدين تقدمين على البنك في سبيل ما تخسرين اختك وتاخذين ربا. والله والبنك فيه فوائد راح يطلع علي على 870 220 دينار، هذول فوائد. انت كم معك يعني، كم معك الان جمع؟ انا اللي معي هسه 200 دينار من المبلغ. كم؟ 200. 200 يعني المبلغ 900. المبلغ لا 870 دينار اللي بدي. قولي 800. 800. ومعك 200. معي 200 ضايل علي 600، كنت مقدم على البنك راح يطلع علي فوائد يعني 600 دينار عليك. ايوه يا سيدتي، هذيل من عيال زايد منا إليك. يلا الله يسعدك ويكرمك ويكرمهم. زين الله يجبر خاطركم، جبر تتعجب منه ملائكة السماء. انا اليوم بحول لك الفلوس يا بي، الله يحول لك كل خير وسعادة من عند رب العالمين. هذا من خير الشيوخ ومن خير عيال زايد. أنا اليوم بحول لك 3000 درهم وسد أختك، والله يا رب ما تشوفين ذيقة ولا تخدم البيت. يا بي الله يكرمك كرم، ويا رب يغفر لك ويسمح لك ويسامحك يا بي. الله مش عارف شو بدي أقول، والله العظيم إنه لساني عاجز عن شو. الله يسلمك. من عارف شو بدي أقول، هذا خير. الله يكرمكم، خير. الله يسخر لكم ملائكة السماء أنت وعيال زايد، والله يرحم الشيخ زايد وبارك لكم صحتكم وعافيتكم. الله يجبر خاطركم، جبر تتعجب منه ملائكة السماء وأهل الأرض. يا الله اعتبر اليوم البروديوسر الحين بياخذ رقمك وهو بيحول باسمه، وأنا الحين بحول له بعد البرنامج 3000 درهم. والله لمنامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا، وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هادئة.